بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه هي الخاطرة 54 بعد 103 من الخواطر السباعية لأستاذنا الدكتور مصطفى السباعي عليه من الله شبابيب الرحمة والرضوان، عنوانها لا تخدع أو لا تخدع. لا تخدع بطيب الطعام حتى تتبين فائدته. أحيانا الطعام يكون طيب لذيذ لكن لا فائدة منه. لاحظ الأكلات السريعة الآن، الوجبات السريعة كلها مضرة، وأكثر بلد تنتشر فيها الوجبات السريعة هي أمريكا، وأكثر دولة في العالم فيها نسبة سمنة هي أمريكا، وخاصة بين النساء. الوجبات السريعة فيها حريرات عالية جدا. فالشيخ يقول لك لا تخدع بطيب الطعام حتى تتبين فائدته. أحد الآباء اللي عنده طلاب، له أولاد طلاب عندي، قال لي أولادي أخي كل هذا الأكل الظريف اللي ناكله نحن بحلب ما بيحبوه. شو بيحبوا؟ بيحبوا الأكلات هيك، الوجبات السريعة، كل هذا ضرر، خاصة هاي الأندومي يا لطيف شو في عليها كلام خطير يا لطيف. افتح على اليوتيوب شوف الاطباء شو بيقولوا فيها. نعم. ولا ببكاء الزاهد حتى تتبين استقامته. في واحد بس يمسكها وبيقعد بيبكي. طيب اخي منين بجيب البكوه؟ واحد قال لي بزمانه بالشام، في شيخ عندنا بالشام هيك، قال لي لك يا اخي هذا الشيخ الفلاني، واحد اثنين ثلاثه بيبكي، واحد اثنين ثلاثه بيضحك. يعني احيانا وصل الموضوع لدرجه التمثيل. تبانا صعيد ناس تتأثر، لكن انت بالاخير نحن ما بنخدع. المدار على ايش؟ على الاستقامة. شو قال لك الشيخ؟ ولا ببكاء الزاهد، يعني لا تنخدع او لا تخدع ببكاء الزاهد حتى تتبين استقامته. قال له هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال هل سافرت مع سيد عمر؟ قال لا. طيب صاهرته كذا؟ لا، ما في شيء منها. طيب قال لعلك رأيته في المسجد قائما وقاعدا يصلي، يعني هذا ما بيعبر. قد يكون معبرا وقد لا يكون، لكن ليس بالضرورة. لابد الدرهم والدينار حتى نعرف هذا الإنسان أمانته وكرمه، لابد من يعني السفر يسفر عن أخلاق الرجال. تعالوا يا شيخ باسم، تعالوا الله يبارك. قال ولا بوعود الحاكم حتى تعلم خلقه. الحاكم لا تنخدع فيه، كثير من الحكام هي القضية كلها استدراج، بتكون بيوعد وبيوعد. زمان بأول الثورة قال وقفوا الثورة مدة سنة واحدة وحطوا طلباتكم بعد سنة من نفذها، ما بيكون بيها حدا إلا كله صار بالسجون. ولا بوعود الحاكم حتى تعلم خلقه. وهلأ هي التحرير الشام، وقعت الاتفاق مع الفيلق الثالث قبل 3 أيام، اليوم قالت لهم اغسلوه واشربوا ميته، اذا ما بتعطونا كفر جنه نحن بريئين من الاتفاق. كفر جنه يعني اخذوا عذاب، يعني اخذوا عذاب. طيب قال ولا بدعوى العالم حتى يشهد له اقراره. في واحد يقول انا عالم، تشغلي لا بعمامه. انا كنت على فكره ما اشتاح العمامه من كثر ما اساءوا الها بعض ادعياء العلم في زمن ثورتنا. شلحت العمامة وشلحت الجبة، ما كنت اشلح العمامة والجبة ابدا، دائما بالعمامة والجبة. قال ولا بدعوى العالم حتى يشهد له اقرانه. فاحيانا الانسان لباسه يشعر انه هو عالم، لكن بقى من اجازه بالعلم؟ اللي مين اجازه؟ من اعطاه اجازة في القراء في القرآن؟ من اعطاه اجازة في الحديث؟ من اعطاه اجازة في الفقه؟ من؟ فعلى الأقل أقرانه اللي يقدم منه هدول هل يشهدون له بأنه عالم؟ طيب ولا بتظلم الزوجة حتى تستمع إلى زوجها. نحن لو بدنا نستطرد كل واحدة منهم بدها درس، بس نحن 5 دقائق بجوز زيد شوي كمان. بتفوت على الزوجة بتلاقي عم تبكي عم تبكي عم تبكي عم تبكي. طيب بس لا تختار، ما أول شيء جوزها بجوز بكيت لأنه مثل ما قال مرة الشيخ السباعي في خاطرة من خواطري، لا تغتر
ببكاء زوجتك فلعلها تبكي لأنها لم تحكي من العناق الخناق حول عنقه. ما أدلت عليك فصارت تبكي. هي شافت جارتها ماسكة خواني جوزها. هي ما عم تقدر تكون مثلها شخصية هذا الرجال قوية. بعدين لا تقدر إنه عم تبكي معناتها ظلمة جوزها، بجوز ظلمته. النبي عليه الصلاة والسلام هي تكون ظالمة يعني. لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما يأخذ من فيح جهنم أو قطعة من نار جهنم. طيب قال ولا بصلاة العابد حتى ترى معاملته. فاتحين على بعض الثاني والأولي كمان العابد شفتوا عم دائما ما شاء الله بالمسجد دائما عم يصلي صلاة تراويح 20 ركعة، القيام ما بيتركه ابدا 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 ابدا. اي والاخي لا هذا مو مقياس. انا ما عم اقول هذا غلط، العباده غلط، التراويح غلط، لا. انا عم اقول لا تغتر حتى ترى معاملته بالدرهم والدينار. قال ولا بوقار الشيخ حتى تشهد مجلس انسه وسمره. كمان تشوفوا لشيخ وقور لا تغتر حتى تشوفوا لما بيتباسط شو بيحكي. والله أنا في أحد مشايخ دمشق طالعين صدق عقود، شيخ وشغل بالحج، رحنا خلصنا تصديق العقود طلعنا على زهبان، بتعرف الزهبان طريق المدينة يعني فوق مكة فوق جدة، طريق المدينة المنورة تاخذ طريق المدينة، هي كلها أحداث سمر. فلما قعدنا يا رجل لما فعلا فعلا كلام الشيخ دقيق من واقع الحياة. هذا الرجل لما بتشوفه هذا يقول واحد اثنين ثلاثة بيبكي، لما بتسمعه من تحت الزنار والنازل حكيه بالسمر والأنس والأعداد الخاصة فعلا يعني بتقول ما هذا هو فلان، معقول هذا فلان. فإذا ولا بوقار الشيخ، لذلك ما قال لك العالم، لأن العالم علمه بيردع اسمه، ولا بوقار الشيخ حتى تشهد مجلس أنسه وسمره، ولا بحماسة الشاب حتى تجربه في المكاره. إيه نحن كلاتنا متحمسين ما شاء الله، عند الجان مثل هذاك الشيخ يلي قال له ما شاء الله، قال له الحاكم، يعني هي قصة للعبرة، قال حاكم لأحد العلماء قال ما شاء الله أتباعك كثير، قال أنا عندي تلميذ ونصف كلهم هذول يغرق، عند الجد ما تلاقي حدا منه. قال له ما أقول، قال له إيه، قال له طيب بدنا تثبت لنا، قال له اعتقلني. شو قال له الشيخ للحاكم؟ اعتقلني وخلينا نشوف شو بصير. فأمر الحاكم باعتقال الشيخ، فطلعت مظاهرة من كل أهل البلد. لما قربوا على قصر الملك كل ما يقربوا تطلع بها الشرطة وتطلع القوات تطلع كذا، بلش الناس ترجع لبيوتها ترجع لبيوتها ترجع لبيوتها ترجع لبيوتها، كل ما تحمى الشغلة ترجع. بصير بقى بيفتوا لحالهم ولا تلقوا بأيديكم ولا تلقوا كذا. المهم وصل لباب الملك طالبين، فهدول الطالبين قرروا يغزوا بالزنزانة الثانية الشيخ تبعهم، قرروا يغزوا الشيخ، فبلش يفتحوا نفق، واحد باتجاه الشيخ وواحد باتجاه برا، واحد بيحفر اللي هو التلميذ اللي هذا قال له أنا عندي تلميذ ونص، واحد بيحفر والثاني شو بيعمل؟ بيطلع له إذا في حدا من الشرطة منتبه، قال له ما قلت لك أنا عندي طالب ونص، لا يغرك الأعداد ولا تغرك الجماهير ولا تغرك الجموع. الله جعل عملنا إلا. قال ولا بمدعي الوطنية حتى يصبح نائما أو وزيرا. واحد لك أنا وطني، ما أبي أشوفهم هلا مؤتمرات ودنيا. ولكننا نحضر حضرت مرة، ما بدي أقول كنا، حضرت مرة مؤتمر أنا جاي من المدينة المنورة، ولا أعلم أنه بيعطوا بالمؤتمر شيء. كان المؤتمر يجي على حساب المضيف، يجي من أنحاء العالم مؤتمر مشان شو؟ مشان الناس يلي محروق دمه جوا، يعملوا يجوا ثلاث طيارة وفندق خمس نجوم. كنا بفندق ريتاج رويال، ما بدي أذكر اسم المؤتمر، فندق ريتاج رويال، فندق قطري معروف يعني في اسطنبول. بعد منها كله وقف بالدور $500 على الماشي، جيتوا وروحتوا على حسابهم، ويومين أكل على حسابهم،
شفت قصة أنا شفتها بعيني ما بدي أذكر، والاسم إذا بذكره كلكم بتعرفوه. ما له إسلامي لكن يدعي الوطنية كما قال الشيخ. قلنا لك يا فلان، وكان رئيس ائتلاف مرة. قلنا له يا فلان، لك بلشت المحاضرة بتنقل لي في بعض الأنواع السمائك اللي تسبقني أنت. كمل. والله يا قصة صارت معي، قال لي في بعض الانواع لسه هذا نتاج ريال كان لسه مفتوح مفتي جديد، ويلي بيخطر ببالك يلي ما بيخطر ببالك، حتى الجوز حتى اللوز حتى كل شيء بيخطر ببالك ما بيخطر ببالك موجود. اي نعم. ف ولا بمدعي الوطني حتى اصبح نائبا او وزيرا، لما بصير وزير او نائب بالبرلمان هون بقى بتعرف انه هذا الزلمة وطني، لما كان عم يركب على اكتاف الجماهير مشان يوصل له المنصب. قال ولا بيمين البائع حتى تتظاهر بالرغبة عن الشراء منه. يعني البائع بيقول له والله هذا احسن شيء، والله بيقعد بقى بيحلف ايمانه بيكون البضاعة مغشوشة. قال له بطلت اشتري، شوف شو بيعمل لك، بسبك صار لي ساعة عم نزل لك وعم طالع لك وعم كذا. نسأل الله العفو والعافية. يعني بالنتيجة لا تخدع، معنى لا تنخدع، لا تنخدع لحدا حتى تختبره. باختصار كل واحد في حسب الزاوية تبعه، الوطني بزاوية الوطنية، والشيخ بزاوية الوقور بزاوية لحظات الأنس والسمر والسهر، كل واحد له طريقة. بالنتيجة الله يجعل أعماقنا داخلنا مثل خارجنا، لا يجعل داخلنا أجمل وأرقى وأنقى وأصفى من خارجنا مظهرنا يعني. وآخر دعوانا الحمد لله.